مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. النهارده عايز افتح قلبي واتكلم معاكم شويه في دردشه. الدردشه هي محاوله للتفكير الجمعي، عايز يعني عايز افكر معاكم بصوت عالي. وزي ما قلت لكم انا قعدت مده طويله بعيد عن الشاشه، اتاحت لي النظر من على بعد، مش في قلب، مش منغرس في قلب الازمات. وقد يكون حكايه الشاب علي سعفان بدايه مناسبه للي انا هدخل ليه. علي سعفان ده قريبي، يعني شاب في ابن خاله اولادي، هو طالب في سنه اولى في الاكاديميه البحريه. طول الوقت هو مش مرتاح كده، مش عاجبه الاحداث. ولما مامته بتكلمه فكره الانتماء البلد، يقول لها بلد ايه يعني ايه انتماء؟ انا مش فاهم انت بتقولي ايه، يعني انا شايف ايه في البلد كويس؟ يعني طرق بايظه وناس طول الوقت مشاكل. تقول له شوف مشروع قناة السويس، يقول لا يعني ايه قناة السويس؟ يعني ايه نروح نرمي فلوسنا في قناة السويس ونحفر في وقت بلد مش لاقية فلوس؟ الجو ده، الدماغ اللي اتأثرت بإعلام ربما احنا إعلام أكتر، لكن حتى الآن لم ننجح في الوصول إلى شريحة كبيرة مهمة جدا، وهي الشباب. الشباب الصغير من سن 14 في أزمة في التواصل من الدولة كلها بما فيها احنا الإعلام. علي سافر مع الكلية لقناة السويس علشان يشوفوا المشروع الجديد، التفريعة الجديدة. علي راجع حد تاني خالص، علي راجع منبهر، علي راجع بيقول لمامته أول مرة أفهم يعني إيه انتماء. أنا شفت الفريق مميش ووقف واتكلم معانا، والتقيت واحد جه وسلم عليا بسأل ده مين، قالوا لي ده لواء كبير قوي وهو المسؤول عن متابعة المشروع. شفت ناس قاعدة تشتغل وعلى استعداد تموت، لما شفتهم ناس بسيطة لقيتهم فرحانين باللي بيعملوه. ده الأرض بتطلع مية يا ماما، ده في حواره مع مامته. قال لها أنا كنت غلطان بس أنا ما كنتش شايف، ما حدش عارف يشرح لي وما حدش كان هيعرف يشرح لي اللي أنا شفته. أنا عندي إحساس تاني تجاه البلد دلوقتي، أنا عندي إحساس بمصر. فهمت يعني ايه انتماء بدون كلكعة وبدون اللي قاعدين يقولوه كل يوم، وده شباب مش منتمي، وده شباب نيلة، وده شباب، وده شباب. بتجربة صغيرة علي لما شاف ناس بتشتغل وحياتها في خطر وبتواصل الليل بالنهار وبتعامله كويس وعاملته كإنسان كيان، علي لأول مرة في البلد دي يحس ان ليه كيان واعتبار وقيمة، ففرح. على فكرة زي علي كتير، زي علي كتير في الألترس حس ان ليه كيان وقيمة في البيت، بيقولوا له انت طالب فاشل، انت مالكش لازمة، انت ما انتش نافع، انت ما بتعملش حاجة، احنا بنصرف عليك وبس. مع ان احنا مسؤولين عن علي وغيره، احنا اللي ربينا غلط. علي لا لقى حزب ولا مركز ولا جهة تقول له تعالى انت جزء ينفع انك تفيد الوطن. علي وكل علي في البلد دي من الشباب ما لقاش حد، لقى الاخوان في يوم من الايام وتيارات اسلاميه مختلفه طبطبت عليه وقالت له انت ليك قيمه، انت الذي تحمي الاسلام، انت اللي جاي، انت المستقبل، افهم قيمتك. بقوا ياخدوهم ويكبروهم، وفاكر فاكر كويس قوي منذ اكثر من عام ونصف في عز الاخوان عالم جليل قال لي يا استاذ خيري ارجو ان تبلغ الساده المسؤولين في هذا البلد ان الاخوان يلعبون مع الألترس وقيادات الإخوان. قال لي أنا على علاقات كبيرة مع الشباب، بيعطوهم اعتبار وقيمة كبيرة وبيحسسوهم إن هم المستقبل. ما فيش جهة واحدة في مصر بتتكلم مع الشباب، بتحتويهم، بتحسسهم إن لهم قيمة. الخطر القادم على مصر، وكان يقول لي والله شاهد على ما أقول، سيسقط الإخوان وقريبا لن يستمر الإخوان أبدا، ولكن ستكون مشكلتكم مع الشباب، مشكلة البلد دي ستكون مع الشباب ومع الألترس. خدوا بالكوا، اتحركوا بدري. نقلت الرسالة لبعض المسؤولين وحاولت أن أوفر له اللقاء، لكن للأسف ما حدش اهتم. سمعوا قالوا لي إيه الكلام المهم ده، إحنا محتاجين نقعد ونسمع. وكالعادة إحنا مشغولين بالمام، بالاقتصاد، بالأزمات الاقتصادية. سبب ده كله وفاتح الموضوع ده ليه؟ هحتاج اعمل بس تقديم قد لا يكون له معنى، ولكني مضطر لان في حاله من التكفير المضاد.
من نفس المعسكر تقريبا الذي انتمي اليه. انا انتمي الى معسكر اسمه معسكر مصر، ومنتمي الى 30/6 بالكامل، وسادافع عنها لاخر لحظه، لاني اؤمن انها حركه شعبيه حقيقيه وثوره حقيقيه اعادت الامور الى نصابها وصححت الاخطاء التي اعقبت ثوره 25 يناير. وارى ان 25 يناير كانت ثوره حقيقيه خرج فيها الشعب المصري، يطلع فيها متامرين، يطلع فيها قابضين، يطلع فيها خونه، ما كان ملايين في الشارع، فكان فيهم، لكن الشعب خرج. كان عندنا مشاكل، كان عندنا مشاكل نتائجها سيئه، كل الثورات بتقعد فترات نتائجها سيئه، بس نتائجها ايجابيه كمان، عندها نتيجه ايجابيه كامله، انها كشفت الاخوان ثم اسقطتهم، ثم جاءت 30 يونيو لتصحح المسار وبتحط البلد على بداية طريق محتاج شغل كتير جدا، وفي أخطاء جامة بتحصل. نفس الذين ينتمون إلى معسكر 30 يونيو، وحتى الذين يكفرون ب 25 يناير، وأنا بحترم أي رأي، أي يعني لا أحد يحتكر حق إنه يصادر على رأي الآخر، فليكن في رأي وفي رأي، بس المشكلة في نفس المعسكر ناس رافضة تماما إنها تسمع رأيك، وعلى طول اسهل حاجه انه يقول لك انه اخوان، انه طابور خامس، ان لحد ما الاصوات بقت باهته، لحد ما علي السيد رئيس تحرير مصر اليوم راح النيابه وقعد فيها 6-7 ساعات علشان نشر خبر، ولما طلع حظر النشر بطل النشر واعلن انه وقف النشر، لكن يتم التحقيق معاه والشرطه تروح داخله طرف قصاد صحافه، ودي حاله من التضييق الجديده الغريبه، تقدم بلاغ بانه اختلس اوراق من النيابه لانه توفى لديه معلومات، وانا لا اسال عن معلوماتي، انا بنشر، هو انت كان عندك حظر نشر، جبت المعلومات منين؟ ما تسالنيش، انت مش وظيفتك انك تسالني انا جبت المعلومات منين، ده شغلانتي صحفي، هل انا نشرت خطا ام صح؟ لو انا كسرت حظر النشر انا خاضع للقانون. لم يكن هناك حظر نشر. ليه الشرطه بتدخل في خصومه مع الاعلام دلوقتي؟ ليه الاعلاميين بيدخلوا خصومات قصاد بعض؟ ليه ابناء المعسكر الواحد داخلين في صراع مع بعض؟ هقول لكم ليه. أنا عايزكم تسألوا نفسكم، خلي الإخوان وشباب الإخوان على جنب، اللي احنا ما كناش شايفينهم، ما كناش نعرفهم، كانوا مندسين في كل الكليات والجامعات بما فيه الأزهر الشريف، وظهروا فجأة. وأنا مع تنقل واحد فكره، إذا تحول إلى إجرام أو عنف أو مخالفة للقانون يطبق عليه القانون بالكامل. أعتقد هذا لا أحد يختلف عليه، القانون ثم القانون ثم القانون على جنب. طيب هل الإخوان بس دلوقتي هم الخطر على مصر المستقبل؟ إحنا مغمضين عينينا وما إحنا شايفين. هو أنا عايز أسألكم، هو أنتوا فاكرين مسيرات حازم أبو إسماعيل؟ فاكرين الأعداد اللي كانت بتخرج ورا حازم أبو إسماعيل راحوا فين؟ حد سأل نفسه الشباب الذي يعتنق هذا الفكر وبعضهم مارس عنفا بشعا راح فين؟ هاجر بره مصر؟ موجود؟ طب اللي كانوا بينتموا للجماعه الاسلاميه؟ البناء والتنميه؟ مشيوا بره مصر ولا موجودين؟ موجودين فين؟ طب بعض السلفيين اللي رافضين الدعوه السلفيه واللي لهم اراء اخرى متشدده وساكتين دلوقتي ومش ظاهرين راحوا فين؟ على فكره انا مش بقول راحوا فين علشان تبقى مسؤوليه الامن ان احنا نروح ندور عليهم وعايزين نحبسهم، لا عمر الحبس ولا القبض ولا السجن هو الحل. قد يكون رادعا مع مجرم معتدي، لكن اصحاب الفكر، يا ترى الدوله دي اللي بتدفع ثمن اخطاء سنوات طويله جدا فيها حد؟ واحنا بنفكر في الاقتصاد، عندنا ازمات اقتصاديه طاحنه، احنا مقدرين اللي بيشتغلوا، بس حد فكر دول فين وممكن يعملوا ايه؟ طب اكلمهم ازاي؟ حد فكر في خطه على مستوى التعليم، على مستوى الاعلام، على مستوى وزاره الشباب، على كل المستويات، في حد قعد عمل خطه كامله وقال لابد ان يكون هناك خطه خطاب مش للتاثير ولا غسل الدماغ، للحوار، انك تناقشهم وتقول له افكارك اهي، تعال نطلع الافكار بتاع الناس دي على السطح يا جماعه، بس مش هشتمهم واقول دول كفار لانهم كانوا بيكفروني، انا لن ارتكب الخطا الذي ارتكبوه. هم دماغهم باظ. اقوم انا كمان اتهمهم بالتكفير؟ ولا اقول له انت محتاج تشوف وجهه نظر اخرى؟ والله اللي يجي يجي، ما يجيش ما يجيش، بس ده دور الدوله.
عندنا شباب كتير يا جماعة، 65% من سكان مصر شباب. مش هينفع نسيب الداخلية لوحدها في المواجهة، خلوا الداخلية للمجرمين، داخلية تركز بس في المجرمين، مش عايزينها تركز في أبرياء، ومش عايزينها تركز في أصحاب فكر لم يترجم إلى فعل إجرامي. عشان ده يتعمل يا جماعة محتاج خطة. الخطر كامن وتحت الأرض، الخطر مش في الشوية اللي بتشوفوهم قدام الجامعات ولا في بعض المظاهرات المتناثرة للإخوان والتي ينضم إليها البعض. الخطر في شباب كتير مش لاقي نفسه. الخطر في علي اللي كان ممكن حد يخطفه لما راح شاف مشروع بجد اتغير وتأثر. الخطر انك تتعالى وتقول دول شوية زنادقة جهلة ما بيفهموش، ما فهمش أمل. لو فضلنا نقول كده هم اللي هيطلعوا علينا، والبلد دي عمرها ما هتقوم. البلد دي لازم ايد بتبني، بس محتاجين ايد تانية تطبطب، وايد تاخد في حضن، وايد تقول له انت ابن البلد دي، افهم، خلينا نبني مع بعض. نلتقي بعد الفاصل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بأعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة، ويؤكد عزم مصر على الدفع بعلاقاتها مع السودان وإثيوبيا. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يعد وفد المستثمرين الإيطاليين بإزالة العقبات أمام المشروعات القائمة وبتحول إيجابي كبير في مناخ الاستثمار. قوات حرس الحدود بالسلوم تحبط محاولة تسلل 197 مصريا إلى ليبيا. حبس 5 طلاب 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة إحراق بوابات بجامعة الأسكندرية. الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي يؤكد تحمل الهيئة تكلفة علاج مرضى فيروس سي التابعين لها ضمن برنامج العلاج بعقار سوفالدي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بخفض إمدادات الغاز لأوروبا في حالة سرقة أوكرانيا للغاز من خط الأنابيب المار بأراضيها. حريق بعربة القطار رقم 961 المتجه من المنيا إلى القاهرة أمام مركز صملوط، ما أدى إلى توقف حركة القطارات. مركز كارتر يغلق مكتبه بمصر ويستبعد مشاركته بمراقبة انتخابات البرلمان. قيادية كردية بمدينة عين العرب كوباني السورية تؤكد أن مسلحي داعش قد أجبروا على التراجع من معظم مواقع المدينة.